الو، ايوه يا فهي. اخس عليك يا وسيله، انا مش قلت لك مش عايز اسمع صوتك زعلان كده تاني؟ مالك بس، في ايه؟ لسه تعبانه من العمليه؟ اللي تعبني اكتر اني حاسه اني لوحدي. قلت لك 100 مره انت مش لوحدك، مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. حتى لو كان جالك احساس انهم ابتدوا يميلوا ناحيه ساميه، انا موجود ومش هسيبك زي كل دول، ولا لا ادهم ولا ساميه ولا سمر ولا طارق. انا فايق، فايق اللي دايما في ظهرك وهيفضل جنبك طول العمر. بجد يا فايق؟ يا وسيله انت ما تعرفيش انت بقيتي ايه بالنسبه لي. انا بحس بجد ان انت مسؤوله مني. ربنا يخليك ليا. علشان خاطري خلي بالك من نفسك وما تشيليش هم اي حاجه طول ما انا جنبك. ممكن تهدي وتنامي دلوقتي؟ حاضر، هحاول. عايزة حاجة تانية؟ سلامتك. باي يا حبيبتي، باي. باي. بقولك يا سمر. نعم. أنا عايزك تعملي توكيل لفايق عشان يرفع قضية نفقة على مجاهد. ما هو لازم يصرف على بناته، مش هيفضل مبلط ومستهبل فيها كده. خلاص يا وسيلة، لو انت شايفة كده حاضر، انا هعمل كده. بس بقولك يا سيلة، هو انت رجعتي في كلامك ولا ايه؟ انت مش وعدتيني انك هتحطي لي 1,000,000 جنيه باسمي في البنك؟ اه يا حبيبتي، وانا لسه عند وعدي، ما رجعتش في كلامي ولا حاجة. انا تلاقيني بس اتلهيت ولا نسيت في اللي انا فيه ده. هكتبهم لك، بس انت اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي. اوعي تكوني فاكره ان انا هديك الفلوس دي ليك انت والبنات. لا يا ماما، الفلوس دي ليك انت لوحدك، مني انا لاختي. لكن اصرف على بنات مجاهد ليه ان شاء الله؟ المفروض ان اليوم اب يخلي عند اهله دم ويصرف عليهم. خلي بالك يا سمر، لو اخد على ان في حد بيصرف على البنات مش هيصرف عليهم تاني، وهيفضل مبلط ومستهبل. لا في دي انت معاكي حق، وانا من بكره الصبح هعمل التوكيل لفايق. جدع حبيبتي، وانا هكتب لك الشيك دلوقتي حالا. تروحي بقى من بكره تفتحي حساب ليكي لوحدك انت خالص في البنك، محدش له دعوه بيه. يا ربي يخليكي ليا يا وسيله، يا احلى اخت في الدنيا دي كلها. خليكي ليا يا روحي. بس يعني يا حيوان، انا نسيت، مش تفكريني؟ انت بتتكسفي مني يا سمر؟ اتكسف؟ لا اتكسف ازاي، ما انا لسه قايله لك اهو. يا سلام، ده انت في الحاجات دي كرامتك بتنقح عليكي قوي، ده انا حافظاكي. بصي هقول لك على حاجه، انا دلوقتي لما اكتب لك الشيك هكتب لك معاه كمان وصل بنفس المبلغ تاني اهو يا سمر، عشان لا تقولي بتبقشش عليا ولا بتديني حسنه ولا الجو بتاعك ده. دي سلفه من اخت لاختها، رديها وقت ما تحبي. تمام؟ تمام يا وسيله، بحبك قوي. ربنا يخليكي ليا يا احلى واطيب اخت في الدنيا كلها. ده انت اللي اطيب قلب في الدنيا. ده كفايه ان انا حاسه ان انت الوحيده اللي جنبي دلوقتي، ولازم تفضلي جنبي. ربنا يخلينا لبعض يعني. طب انا اعمل ايه عشان اغير لك المده؟ بجد ما بقتش عارف اعمل ايه. غصب عني يا فايق والله، من ساعه ما نزلت البيبي وانا مش مبسوطه خالص، خايفه اكون غلط. اصلا انا كان نفسي في بيبي قوي. سيبك بقى ابن ادهم ولا ابن مين، بس انا بجد كان نفسي يبقى عندي بيبي. بعدين خايفه ربنا يعاقبني لو جيت عايزه اتجوز وخلف تاني، يعني مش عارفه بقى. ده غير طبعا الكلام اللي عمال بيقوله ادهم من ساعتها، ده ما هو ده قرف وجع دماغ برضه يعني. يا وسيله يا وسيله، قلت لك انسي كل الكلام اللي قاله لك ادهم ده، لانه ملوش اي اساس من الصحه. انت مودك وحش عشان البيبي، البيبي وبس. وصدقيني اللي حصل ده رحمه، رحمه من ربنا، لانك لو كنت احتفظتي بالبيبي ده كان ادهم هيفضل في حياتك لاخر يوم في عمرك. محاكم، مشاكل، هيفضل مع مين؟ اصل البيبي ده بيبقى رابط ما بين الزوج والزوجه حتى بعد الطلاق. ما هو انت عشان تربي البيبي كويس لازم تتناقشوا وتتكلموا في كل حاجه بتخصه. وكده هتلاقي ادهم موجود في حاجات وتفاصيل كتيره في حياتك، وغصب عنك ومضطره، ومش هتقدري تقولي لا. في الوقت اللي انت لازم تخلصي منه للابد عشان عمرك ما تفتكري اللي حصل لك منه. كملي حياتك مبسوطه ومرتاحه.
ومين عارف مش يمكن ربنا يكرمك لو حصل واتجوزتي مرة تانية. الله أعلم. لا لا لا، المود ده مش عاجبني خالص. بقولك ايه، يلا بينا، انا هاخدك مكان نغير المود ده. لا يا فايق، بليز والنبي، مش عايزه، ماليش نفس بجد. ايه انت مش عايزه تخرجي معايا ولا ايه؟ ده انا ما صدقت بقيتي سنجل. ايه ده؟ اه والله، لا في زوج اللي شويه يطب عليا ويتخانق معايا ولا بتاع. ايوه كده اضحكي. يلا بينا. يلا. فايق، عايزاك ثواني لو سمحت، ممكن تسبقني على المكتب؟ اه طبعا حاضر. ميرسي. سمر، يا ريت تشتغلي شويه، عشان مش عارفه ليه عندي احساس انك ما بتشتغليش بجنيه اليومين دول. ايه ده؟ هو ايه اللي جاب لك الاحساس ده يا وسيله؟ ما انا بشتغل كويس اهو. ايه اللي جاب لي الاحساس ده صحيح؟ يمكن عشان منين ما بعدي اليومين دول بلاقيكي ضربه ضحكه من الودن للودن، ولا كانك في كوكي بارك؟ مع اني متاكده ان مفيش اي حاجه تبسط في الشغل اليومين دول بصراحه. خير يا وسيله، في حاجه؟ اه في. في ايه؟ انا عايزك تسالي على نتيجه الخبير في الورق العرفي. انا مش فاهمه، انت كل ده ما طمنتنيش ليه؟ انا حاسه ان ده الموضوع الوحيد اللي هيريحني من الهبل اللي بيقوله ادهم في موضوع الدي ان ايه ده. ما تريحني يا اخي، انت صعبان عليك تريحني، متاخر عليا في الموضوع ده ليه؟ جرى ايه يا وسيله؟ في ايه؟ انا مش متاخر عليكي في حاجه، كل الموضوع ان انا بعمل 100 حاجه تانيه. وبعدين الموضوع ده محتاج وقت، فحص التوقيعات والحاجات دي مش سهله. عموما ما تقلقيش، هفضل اتابعهولك اكتر من النهارده، تمام كده؟ تمام. ماشي. ايه ايه؟ ما تقعد معايا شويه، انت وراك حاجه معينه يعني؟ لا مفيش. طيب اطمن لو في حاجه في الشغل ناقصه. يا سلام، هو الشغل هيطير؟ لا اقعد معايا، احنا بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض، وبعدين انا عندي موضوع عايز اقوله لك. ماشي اتفضلي. ايه هو الموضوع بقى؟ انا كنت عامله عزومه كده النهارده لطارق اخويا ومراته، وكنت عايزاك تبقى معانا. طارق ومراته؟ هو طارق اتجوز؟ يوه، ده اتجوز وقرب يخلف، وانا لسه ما شفتش مراته ولا عملت لهم احتفال ولا اي حاجه. فبفكر يعني اعمل لهم لمه عيله النهارده في البيت، فاميلي جاذرينج يعني، فاهمني؟ يعني انا بقيت من الفاميلي دلوقتي؟ اه. ايه يعني، واحنا نعكك معانا في مصايبنا ومشاكلنا كلها وننساك في اللحظات الحلوه؟ اكيد لا يعني. ماشي، هبقى معاكي بالليل في عزومه الفاميلي دي. ماشي. طب اسيبك انا بقى عشان تشوف شغلك. يوه، امشي يا فايق، امشي، طالما مخنوق قوي انك قاعد معايا. لا مش عايزاك تبقى جاي على نفسك. يا بنتي جاي على نفسي ايه؟ وانت بتقولي شكل للبيئه النهارده؟ لا بس ما تقعد يعني. ايه؟ حاضر اهو كده كويس. ايه هتيجي الساعه كام بقى؟ انت عايزاني اجي الساعه كام؟ عايزك تيجي دلوقتي الحقيقه، وقت ما تحب. سي قوي قوي يا وسيله، انت مش متخيله انا انبسطت النهارده قد ايه. انت الوحيده اللي افتكرتينا من يوم ما اتجوزنا وعملت لنا عزومه حلوه زي دي. بس يا مروه، ايه اللي بتقوليه ده؟ يا بنتي انت بقيتي مرات اخويا. لا اخويا مين؟ تيكو، اعز اخواتي عندي اصلا. انت مش فاهمه، انا كان نفسي اعمل لكم فرح كبير واحتفل بيكو، بس غصب عني بقى الظروف. اعمل ايه؟ تيكو. يا ما تعرفش ولا؟ لا الحقيقه ما تعرفش، بطلي سخافه بقى. امال لو عرفت على تيكو وحش اخته بتاكل. طب يا جماعه ميرسي قوي يا جماعه، انا الاكل بقى يعني شبعت الحمد لله كويس. ايه؟ جربتي تسرحه الشعر اللي وريتيها لي في المجله؟ لا بصراحه خايفه تطلع عليا وحشه. لا ابدا، انا متاكد هتبقى حلوه عليكي. بجد؟ اه. على ضمانتك؟ على ضمانتي يا ستي. بس عارف لو اتريقوا عليا في المكتب؟ مش هيتريقوا. اوكي. طب يا جماعه ميرسي قوي على الاكل الجميل ده بقى، وعايزين نحجز بقى بكوبايتين شاي كده، عشان انا مضطر امشي ومستعجل، عشان لازم هوصل المدام الاول. هستناكوا بره. حصلت. خدني معاك، انا عايز كمان اشرب شاي.
مستني التسريحة. سفرة دايما. بقول ايه؟ يا ترى ممكن اسالك اللي بينك وبين فايق ولا هبقى بتدخل في اموركم الشخصيه؟ مفيش حاجه يا بنتي، بس بصراحه هو زي القمر وشخصيه لذيذه قوي. انا بتمنى يعني واحد زيه يتقدم لي وانا هوافق على طول. والله حالا خليتيه يتقدم لك ووافقتي؟ يا ترى سميتي الاولاد ولا لسه؟ في ايه مالك يا وسيله؟ لا مفيش، انا اصلي بس ما بحبش الناس الاوفر اللي بتسبق الاحداث بصراحه، لمجرد ان واحد ابتسم لها ابتسامتين يعني. ماشي بروح اعمل له الشاي بقى. طلقت بقى وفكت لي الحجاب وهتعيش بدور الانثى المطلوبه اللي من دول، عايشه مع نجلاء فتحي في البيت. سمر بقول لك ايه بقى؟ ايه ده؟ الصبوحة عايشة معانا في البيت ولا ايه؟ ايه؟ مش عاجبك تسريحة شعري وشكلي ولا ايه؟ لا مش عاجبني، شكلك اوفر جدا، وبعدين معرفش شكلها غريب عليكي كده، مالك؟ معقول؟ مع ان فايق قال لي انها تسريحة تحفة ولايقة عليا قوي. لا مش فايق الصغير هو على فكرة، وانا بقول لك شكلها وحش عليكي، انت حرة. صباح الخير. صباح الفل. فايق متابعلي موضوع خبير الخطوط اللي اتفقنا عليه؟ اه طبعا طبعا، هجيب لك النتيجه بكره او بعد بكره بالكتير. اوكي ميرسي قوي يا فايق. لا على ايه، بقول لك ايه، هو انت غيرتي تسريحه شعرك؟ اه مش عارفه، حسيت بقى لي كتير قوي ما عملتش كيرلي، فقلت اما اعمل تغيير يعني مش اكتر. حلو بجد؟ بس تسريحتك اللي قبل كده كانت احلى عليكي، ده رأي شخصي طبعا. اه لا عادي، هي مسألة اذواق مش اكتر يعني. طيب انا لازم امشي بقى عشان وراي ميتنج. ماشي. عندي ليكي خبر حلو. بجد؟ ايه؟ خبير الخطوط أكيد صح التوقيع نبيل وسامي على الورقة العرفي. وحياة أم، سوري يا فايق، بجد اتأكدت إنها قمدة نبيل وسامي اللي على الورقة دي؟ شور ها؟ هو أنا هجيب لك أخبار مضروبة برضو؟ تمام. ماشي يا فايق. ارتحتي يا ستي؟ أيوة ارتحت. أنا كنت متأكدة أصلاً، لولا كلام الجزمة اللي اسمه أدهم مؤخراً ده هو اللي قلقني. تاني أدهم؟ حتى بعد ما الخبير قال كلمته؟ يا وسيلة سيبك من التخاريف دي وريحي نفسك بقى. معاك حق، أنا خلاص ارتحت، من النهاردة مش هسيب أي حاجة تضايقني تاني. مرسي يا فايق. خدي بالك من نفسك لحد ما أشوفك. حاضر باي. طبعا يا سمر انت عارفه انا بعزك قد ايه، عشان كده انا عايز انصحك نصيحه، ده لو ما كانش عندك مانع. اكيد ما عنديش مانع، لاني واثقه من معزتي عندك يا فايق، واحب اعرف النصيحه دي بخصوص ايه بالظبط. ادهم. ماله ادهم؟ ابدا، بس عرفت من مصدر موثوق ان هو بيرسم الحب عليكي. المشكله مش هنا، المشكلة إن هو بيرسم الحب عليك وعلى رويدة في نفس الوقت، عشان كده أنا بقول لك. أنت متأكد من الكلام ده؟ 100%. أولاً ميرسي قوي على النصيحة الغالية دي. ثانياً اللي زي أدهم ده ما يهمنيش في حاجة من أساسه، لأنه بالنسبة لي ولا حاجة، حتى لو كان بيحبني. وعشان أطمنك أكتر أحب أعرفك إنه طلب إيدي للجواز وأنا رفضت، لأنه ما ينفعش، ده كان جوز اختي في يوم من الايام. وانا سعيد جدا انك رفضتي، لانه ما يستاهلش انسانه جميله زيك وتفكيرها اكبر من سنها، ودي حاجه مش غريبه عليكي.
ميرسي قوي على المجامله اللطيفه دي. مجامله ايه؟ انا ما قلتش حاجه. بطلي تواضع بقى. والله ولا تواضع ولا حاجه، ده انا غلبان. مودك مش عاجبني النهارده طول الميتنج، في ايه؟ لا ابدا مفيش. طب ممكن نروح نتمشى شويه؟ طبعا اتفضلي. لا طبعا انت فيك حاجه النهارده وانا مش عارفاك، يعني لازم بقى تقولي في ايه، مش انا بحكي لك كل حاجه. مفيش حاجه مهمه، اصل النهارده عيد ميلادي ومرات كلمتني بالتليفون، بدل ما تقولي كل سنه وانت طيب تقوم تقولي اني عايزه تتطلق. تخيلي ايه الهبل ده. بقول لك ايه، سيبنا من الاخبار الوحشه وخلينا في الحلو. يعني ايه بقى يبقى عيد ميلادك النهارده وما تقوليش؟ بس انا بتكسف وما بحبش احتفل بعيد ميلادي. يا سلام، وفيها ايه يكسف يعني؟ معرفش. بص بقى، الكسوف ده هناك عند مراتك في البيت، لكن عندي انا عيد ميلادي يعني عيد ميلادي، يبقى نحتفل. طيب خلاص، زي ما انت عايزه، نحتفل نحتفل. تعالى معايا. كل ده عشاني؟ الله، اتفضل. ايه القعده التحفه دي؟ بجد حلوه قوي. بس احلى حاجه في القعده القمر اللي قدامي. قولي لي انت لحقتي امتى؟ ايوه سير، لما تعوز تعمل حاجه بتعملها. كل سنه وانت طيب يا فايق، عقبال مليون سنه. وانت طيب، بجد متشكر قوي. اقول لك حاجه، هما هيفضلوا واقفين فوق راسنا كده كتير؟ عادي. ها طب يا جماعه، متشكرين قوي، شكرا. ينفع كده؟ معلش كده أحسن. تعرفي؟ أنا أول مرة حد يحتفل لي بعيد ميلادي. لا عشان ما بقاش بكذب عليكي، مراتي وأهلها احتفلوا بيا قبل كده. بس أنا عمري ما اتبسطت بعيد ميلاد زي العيد ميلاد ده. منال عمرها ما عرفت تعمل شكل الاحتفال اللي يبسطني ويسعدني أنا. أصل أنا ما بحبش الدوشة والصخب. كان نفسي دايما احتفل بمكان زي ده ومع حد بحبه ويحبني ويعملهولي بالرقه دي. تحبي ترقصي ازاي؟ انت مشيتهم. سيبي الموضوع ده عليا. تتجوزيني؟ سيبني افكر. انا مش مصدق من نفسي انك بين ايديا. مفيش من يوم ما حبك خدني مش بتنام. هاي يا بيبي. هاي يا سيلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا روحي. عامله ايه؟ الحمد لله. الاجتماع كان تمام؟ تمام، ده تمام قوي. طب الحمد لله كويس. امال فين فايق؟ ما جاش معاكي ليه؟ فايق يا ستي راح يحط شنطه، بس في نفس الوقت هو شايف انه من الاحسن ما يتواجدش معايا كتير اليومين دول، يعني علشان ما يبقاش بيضغط عليا في قراري انا بفكر. قرار ايه وتفكري في ايه؟ بفكر اذا كنت هتجوزه ولا لا. هو عرض عليكي الجواز؟ وانتي قلتي له هفكر؟ ايوه. تاني يا وسيله؟ تاني يا سمر؟ خير مالك؟ مالي؟ مالي اني قرفت منك ومن انانيتك يا شيخه؟ انتي ايه؟ ما عندكيش ريحه الدم ولا الاحساس؟ عمرك ما هتتغيري؟ انتي عارفه كويس قوي ان انا معجبه بيه واني بتمنى انه يطلبني للجواز، بس انتي زي ما انتي، عمرك ما هتتغيري. اللي عملتيه معايا زمان يا وسيله بتكرريه تاني، اللي عملتيه مع ادم بتكرريه تاني مع فايق.
انتي ما بيعنفكيش حاجة الا اللي في ايد غيرك. غيري؟ غيري ايه؟ اوعي تكوني فاكرة انه كان في ايدك اصلا. يا نهار اسود، ما كانوش كلمتين على ضحكتين اللي خلوكي تبني الوهم وتعيشي اللاف ستوري الرهيبة اللي في دماغك دي. انا بقى ذنبي ايه؟ والله يعني ادهم كان وهم برضو يا وسيلة، ولا انا كان بتهيألي؟ لا يا سمر، ما كانش بيتهيألك. ادهم كان معاكي في الاول، كنتوا بتحبوا بعض، او على الاقل انت كنت متخيله ان اللي بتحبيه. بس انا بقى ذنب اهلي ايه انك بتختاري رجاله مش شبهك؟ مش ستايلك يا ستي، ما بيلاقوش نفسهم معاكي. وهو ده اللي حصل لادهم على فكره. ادهم في الاول اختارك، وبعدين حس انه مش مبسوط، وحس ان انا شبهه اكتر. انا مالي بقى؟ كنت بضربهم على ايديهم عشان يقولي يا بجاحتك يا شيخه، انت لا يمكن تكوني يا اختي. انت صح على فكره وصح قوي، بس انت عارفه بقى ايه هو اللي غريب؟ الغريب ان في ناس اغبيه قوي ما بيتعلموش بالدروس اللي فاتت، وانا يا ستي واحده منهم. اني قبلت اني اجي واعيش معاكي، قلت معلش وسيله اختي اتغيرت وبقيت واحده تانيه، بس الظاهر ان مفيش فايده. انتي هتفضلي زي ما انتي، انانيه، ما عندكيش ريحه الاحساس، صاحبه نظريه انا ومن بعض الطوفان. هي مش غلطتك انتي، هي غلطتي انا. بس المره دي انا استوعبت الدرس قوي يا وسيله، ومش هقعد لك ولا لحظه في القصر بتاعك ده انا وبناتي. انتي ما بتشوفيش الا نفسك، وما عندكيش استعداد تشوفي حد غيرك. يا سلام، اولعي.